Donc, mes chers étudiants et étudiantes de la première année, bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. طلاب وطالبات المرحلة الأولى أهلا وسهلا بكم صباح الخير على الجميع. Aujourd'hui, on va prendre les dialogues, c'est-à-dire tout d'abord, on va lire les dialogues de l'unité 1. لسون 1 اليوم راح نقرا حوارات الوحده الاولى الدرس الاول ف دونك فيت اتونسيون انتبهوا الى القراءه اول شيء عندنا اش نقول عن الوحده اونيتي اونيتي 1 الوحده الاولى اونيتي 1 الوحده الاولى ان برانتون ا باري عنوان الوحده ان برانتون ا باري الربيع في باريس لسون 1 لسون 1 الدرس الاول اشنو عنوان هاي اشنو عنوان هذان الحواران يعني الحوار ا والحوار سي طبعا البي ما داخل هون نجي لسون 1 عنوان الحوارات رانكونتر 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 يعني مقابلات نجي ديالوج ا الحوار ا لاندي 4 مي لاندي 4 مي يعني يوم الاثنين الرابع من مايو باري باري ان اكسيدون افنو دي شانزليزي باري ان اكسيدون افنو دي شانزليزي نيكولا لوكرون رانكونتر ان ميوزيسيان نيكولا لوكرون رانكونتر ان ميوزيسيان يقابل طبعا هذا فعل رانكونتر يقابل يقابل نيكولا لوكرون موسيقي Roland, Roland, excusez-moi, monsieur, excusez-moi, monsieur, Oudran Sayidi, Nicolas, ah, ça va, tiens, vous êtes musicien, ah, anta bissaha jayida, anta musiqi, Roland, oui, Roland, oui, Nicolas, moi, je suis chanteur, moi, je suis chanteur, wa ana mughani, je m'appelle Nicolas Legrand. Je m'appelle Nicolas Legrand. Ana ismi Nicolas Legrand. Roland, Nicolas Legrand. Je connais. Roland يرجع يقول له Nicolas Legrand. Roland يوجه الحديث لنيكولا لوكرون. أنا أعرف يعني أنا أعرفه يعرف Nicolas Legrand اللي هو المغني. On va répéter. نعيد. Dialogue A. Lundi 4 mai. Lundi 4 mai. Paris. Paris. Un accident avenue des Champs-Élysées. Nicolas Legrand rencontre un musicien. يقابل Nicolas Legrand موسيقي Roland. Excusez-moi, monsieur. عذراً سيدي. Nicolas. Ah, ça va. Tiens, vous êtes musicien. Ah, أنت بصحة جيدة. انظر أنت هل أنت الموسيقي؟ Roland. Oui. Roland يرجع يقول له نعم. Nicolas. Moi, je suis chanteur, Nicolas Lecrolo. Ana Mosiri. Je m'appelle Nicolas Legrand. Ana Ismi Nicolas Legrand. Roland, Nicolas Legrand. Je connais Nicolas Legrand. Ana Arif. طلاب وطالبات. طبعا هذا الحوار أول شيء ينقري مرة تركيز مرتين وترجعون تقرون فقرة فقرة إلى أن ينضبط عندكم. طبعا الحوار هذا عنوانه وبعدين ننزل على الأشخاص اللي تقابلوا استاديو غولو. ايه نيكولا منو ايه ما شخصين يتقابلوا غولون ونيكولا ونقرا فقره فقره نرجع على الديالوج سي ديالوج سي ماردي 5 مي ماردي 5 مي يوم الثلاثاء الخامس من مايو باري روموفتار باري روموفتار يعني في باريس شارع روموفتار سيلفي رومو رانكونتر اون امي Sylvie Roman rencontre une amie. تقابل Sylvie Roman صديقة. Valérie. Valérie. Sylvie, Sylvie. Sylvie. Bonjour Valérie. Comment ça va? Valérie, ايش تقول? Sylvie, Sylvie. عتنا دي Sylvie. Sylvie, ايش تقول? Bonjour Valérie. Comment ça va? صباح الخير Valérie. Comment ça va? كيف الحال? ترجع تقول Valérie. Ça va et toi? Ana bissaha jayida wa anti? Tu habites le quartier? Hal taskunin fi hadha al-hayy? Sylvie, Sylvie. Oui, na'am.
هو مفتاح أوديز نعم شرعه مفتاح رقم 10 فاليري سي فورميدابل سي فورميدابل هذا رائع جابيت بلاس مونج أنا أسكن في مكان يدعى بلاس مونج أو revoir à bientôt مع السلامة قريبا سيلفي ترجع تقول لها au revoir c'est-à-dire le dialogue qui s'agit entre Sylvie et Valérie الحوار يدوم بين سيلفي وفاليري لاحظوا هو تعلم اللغة يبدأ من الحوار يعني حوار بين شخصين أول من يطرحون ويتكلمون c'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait ici il fait la connaissance يتعرفون ils se connaissent et puis c'est-à-dire il pose d'autres questions ثم يطرحون أي سؤال مثلا quelle est ta profession ما هي مهنتك je suis professeur de français أنا مدرس اللغة الفرنسية لاحظوا هكذا الحوارات تكون يعني تعلم اللغة سهل جدا quelle est ta nationalité ما هي جنسيتك je suis iraquien et vous وأنت هي راح تقول je suis iraquien إذا كانت مؤنث لاحظوا هكذا الحوار هو أبيت أين تسكن مثلا راح أقول له أنا جابيت أون إيراك أم وصل وهكذا زين نرجع نقرأ الحوار سي الحوار ديالوج سي ماردي 5 ماي يوم الثلاثاء الخامس من مايو باري غومفتار في باري شارع غومفتار سيلفي غومو رانكونتر إنامي تقابل سيلفي غومو صديقة فاليري يعني ستادير لو ديالوج كي ساجي انتر فاليري اي سيلفي الحوار يدوم بين فاليري وسيلفي فاليري سيلفي 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 بونجور فاليري كومون سافا سيلفي اش تقول صباح الخير فاليري كيف الحال فاليري سافا اي توا انا بصحه جيده وانت تو ابيت لو كارتيي هل تسكنين في هذا الحي سيلفي وي غومفتار اوديز نعم في شارع غومفتار رقم 10 فاليري سي فورميدابل هذا رائع جابيت بلاس مونج انا اسكن في مكان بلاس مونج او revoir او revoir مع السلامه ا بيانتو قريبا سيلفيا شجاع تقول او revoir مع السلامه طلاب وطالبات maintenant nous avons fini la lecture des dialogues ان هنا قرايه الحوارات دونك lisez bien ces deux dialogues اقرا جيدا هذان الحواران et puis écrivez tout ce qu'il y a dans chaque dialogue ثم تكتبون كل شيء الموجود في اي حوار يعني من تخلصون القراي اريد القراي تنضبط عندكم يعني تقروها مثل ما انا عاد اقراها لاحظوا حتى الصوت واضح يعني مثلا انا اريد الطالب او الطالبه يقرا ايش يقول لاندي 4 مي باري ان اكسيدون افينو دي شانزليزيه نيكولا لوكرون رانكونتر ان ميوزيسيان يعني يقرا بدون تلكؤ هاي شغله مهمه جدا وقد تطلب منكم القراي إنه فوا دو فوا أو تخوا فوا مرة أو مرتين أو ثلاثة إلى أن ينضبط عندكم الحوار من بعد ما تنضبط عندكم القراي الفو إكخير تسيليا دانسي دو ديالو تكتبون كل شيء الموجود بالحوارين ليش؟ لأن الكتابة مهمة جدا أول شيء تخلينا ما ننسى الكلمات وثاني شيء نضبط القراي أكثر طلاب وطالبات نصيحة أي طالب من يريد يتعلم لغة على المستقبل يريد يتفادى شغلة النسيان انه ما ينسى حتى لو ما مارس اللغة شهر او شهرين لازم الكتابة c'est-à-dire l'écriture qui nous aide à dépasser le problème de l'oubli يعني الكتابة تساعدنا على تفادي مشكلة النسيان هاي شغلة مهمة جدا فينكتب كل شيء الموجود بالحوار وانتم عاد تكتبون الفضو ايضا هذا الحوار الحوار سي ايضا نفس العملية من راح تلفظون وتقرون الحوار سي جيدا ايضا ترجعون تكتبونه وكل طالب او طالبه شاك ايتوديان ايتوديان باي اكزامبل ليزي نامبورت كيل ديالوغ اي انفويي موا فوتر ليكتور بور سافوار كومون فو ليزي لو ديالوغ اي طالب او طالبه يقرا لا على التعيين اما الحوار او سي ويدز لي التسجيل الصوتي مالته اما على الخاص او على العام حتى اخشع على القراي مالكم اشون على تقرون سي تري امبورطون بور فو هذا الشيء جدا مهم بالنسبه اليكم تقرون الحوارات وهاي الحوارات طبعا انا راح اصورها وراح ادز لكم التصوير مالتها حتى نحن انهينا الوحده الاولى الدرس الاول وهون عندنا كل شيء اخذناه همين تراجعونه طلاب وطالبات مليح لي بروفيسيون اخذناها المهن
لناسيوناليتي الجنسية. هون عندنا شلون نستخدمها مع المذكر ومع المؤنث إذا المهن أو الجنسية. تصريف فعل إيد خلاحظوا هيانو تصريف فعل سابولي. نرجع بعد الأحرف شلون تلفظ لفظناها. الأرقام لي نومبر دو زيرو أديز من الصفر إلى العشرة. وأيضا كلمات الترحيب اللي قلنا عليها وفعل أبيتي اللي أخذناه وفعل كونيسي وضفنا عليه أيضا فعل بارلي يتكلم. بور سالوي هاي أخذناها. لاحظوا هم نقرأ بور سالوي حتى تعرفوها ونحن كنا أخذناها. بونجور مسيو برونو كومون سافا صباح الخير سيد برونو كيف الحال سافا ميرسي ايفو أنا بصحة جيدة وأنت. هوني لاحظوا هذا الشخص يسلم على شخص ايش يقول له سالو سالو مرحبا بونسوار مدام بونسوار مدام يعني مساء الخير أنستي سيدتي. أوفوار مادموازيل أبيانتو مع السلامة أنستي قريبا. طبعا مدام الإمرأة المتزوجة ومادموازيل الإمرأة الغير متزوجة يعني البنت. أنتيروجي هوني الاستفهام أخذناه اللي قلنا بينه وي ونو شرحنا الوي معناته نعم والنو لا. فوكونيسي نيكولا لوكرون يعني مثلا شخص عايزه هل تعرفون نيكولا لوكرون. البنت تقول وي الابن يقول لا انا البنت تقول وي نعم انا اعرف الولد يقول لا لا اعرف. نرجع تو ايفو قلنا استخدام التو والفو لاحظوا التو شرحنا عنه معناته انت والفو معناته انتم. بس ايضا نستخدم الفو مثل ما قلت طلاب من نتكلم مع شخص اكبر منا سنا نستخدم الفو معانا. يعني مثلا انا اريد اتكلم مع شخص اكبر مني سنا مثلا لا ديريكتريس دو ليكول المنار مثلا مديره مدرسه المنار انا ايش اعمل اخاطبه بالفو ايش اقول له اقول فوزيت ايراكيين انت عراقيه اقول لي وي جي سوي ايراكيين نعم عراقيه ما اخاطبه بالتو رغم انه الفو جمع ليش لان هوني اكبر مني سنا. وايضا تستخدم الفو للجمع يعني هي اصلا للجمع وللشخص نتكلم عنه اكبر منا سنا. اما التو اللي معناته انت تستخدم لنفس العمر بس بامكاننا من نستخدم مع شخص اكبر منا سنا هو كمفرد من استخدم معانه الفو هو راح يقلب الفو الى جو انا ويغير تصريف الفعل. يعني مثلا راح اعطيكم هوني مثال شخص عاد اقول له vous habitez à Paris اكبر مني سنا انت تسكن في باريس اش اقول وي جابيت ا باري نعم انا اسكن في باريس. هوني ليش استخدمت الفو لان اكبر مني سنا فيقلب الفو الى جو. اما اذا كان عندي جماعه مثلا راح اقول vous habitez à Paris راح يقولوا وي nous habitons à Paris نعم نسكن في باريس يقلبون الفو الى نو لان هي مجمع. نرجع طلاب وطالبات عندنا تو tu ou vous يعني tu ou vous. Pardon monsieur عذرا سيدي vous êtes Rollo Bruno. لاحظوا هوني بصيغة الاحترام اش قلت له انت Rollo Bruno ما استخدمت tu استخدمت ال vous. Comment tu t'appelles ما هو اسمك او ما هو اسمك بس جاوب an فقط. Donc mes chers étudiants et étudiantes étudiez bien lisez bien c'est très important pour vous et écrivez tout ce qu'il y a تكتبون كل شيء الموجود اول شيء بالحوارات طلاب وطالبات ينكتب كل شيء الموجود بالحوارات واريد ايضا تكتبون من الساحه حتى تتمرنون على اللغه الفرنسيه تصير عليكم سهلي تكتبون المهن تكتبون الجنسيه هوني الدزولي وكواجب وعندنا ايضا تصاريف الافعال فعل اتخ مثل ما طايتونه فعل سابولي طبعا ينكتب مع الضمائر كلها وفعل أبيتي وفعل كونيسي وأيضا كلمات الترحيب طعيتوها والأرقام هاي الأرقام تنكتب مهمة جدا. Donc je vous souhaite mes chers étudiants et étudiantes une bonne journée et une bonne soirée. Si vous voulez quelque chose, إذا أتمنى لكم يوم سعيد ونهار سعيد وأمسية سعيدة. إذا أردتم أي شيء أنا راح أكون je serai avec vous. سوف أكون معكم en contact متواصل. Donc quand vous terminez, من تخلصون envoyez-moi ارسلوا لي la lecture des deux dialogues. ارسلوا لي قراءة الحوارين تسجيل صوتي ما عدا التسجيل الصوتي كن كتبتم على الورقة وصوروها الحوار A
والحوار سي أش مكتوب، وثاني شيء تكتبون مثل ما قلنا المهن والجنسية وتصاريف الأفعال اللي قلنا عليها، الأرقام وكلمات الترحيب وأيضا الأحرف، والأحرف سهلي هوني. مي كان فوز إكريفي برونسي، من تكتبون الفضو مثل ما أنا كلفته بالفيديوهات السابقة. دونك مانتنو او revoir mes chers étudiants، او revoir، مع السلامة طلبتي وطالباتي الأعزاء. ولا تنسون ترسلوا لي التسجيل الصوتي مع الديالوجات، مهم جدا مهم جدا. او revoir.